نحمده. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أما بعد، فإن من المسلمات وإن من عقيدة المسلم التي لا يصح له بدونها إيمان ولا إسلام أن الشريعة كاملة، وأن الله تبارك وتعالى قد أكمل لنا الدين وأتم علينا النعمة، وقد أنزل الله جلت قدرته على نبيه صلى الله عليه وعلى آله وسلم في حجة الوداع في يوم عرفات بعرفات في يوم جمعة قوله جل وعلا: اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. فأكمل الله رب العالمين الدين وأتم علينا به النعمة. يقول إمام دار الهجرة مالك بن أنس رحمه الله رحمة واسعة: فما لم يكن يومئذ دينا فلن يكون يوما من الأيام دينا. وما دامت الشريعة كاملة وهي خاتم ما كلف الله رب العالمين به خلقه في أرضه، فلا نبي بعد نبينا محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وما دام قد بعث والساعة كهاتين وأشار بالوسطى والتي تليها، وما دام النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم قد بعث على موعد من تقارب الأرض بجمعها من أقطارها فكأنها قرية واحدة، وما دام النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم قد بعث مع خروج العقل الإنساني من طفولته واكتشاف ما أودعه الله رب العالمين في الكون من أسرار يحيط العقل ببعضها، ما دام ذلك كذلك فإن هذه الشريعة الكاملة التي أكملها الله رب العالمين وأتم علينا بها النعمة لا يمكن أن تستنطق في أمر من الأمور إلا نطقت بلسان فصيح وقول صريح. يخطئ في الوصول إلى ذلك من يخطئ ويصيب من يصيب، والله تبارك وتعالى لم يجعل هذا الأمر ليستنبطه الناس بعقولهم استنباطا، بل جاء عليه النص في كتاب الله تبارك وتعالى وفي صحيح صريح سنة نبيه صلى الله عليه وسلم. فيقول لنا ربنا جلت قدرته في كتابه العظيم: فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر ذلك خير وأحسن تأويلا. في هذا النص، وهو واضح بين لا غموض فيه ولا لبس ولا التواء، وفيه ما فيه من دلائل أهل العلم على المقصود. فإن تنازعتم في شيء، شيء نكرة في سياق الشرط فهي مفيدة للعموم. فإن تنازعتم
في شيء في عموم ما يقال له شيء من أمر الدنيا أو أمر الآخرة. إن وقع التنازع فعليكم بالرد إلى الله تبارك وتعالى، يعني إلى كتابه، وإلى الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم، يعني إلى سنته. ثم عقب بعد الأمر بالرد عند التنازع إلى الكتاب والسنة بأمر فيه تحذير، فيقول الله جلت قدرته: إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر. فكأن من لا يفعل ذلك لا يؤمن بالله ولا باليوم الآخر. ثم يبين الله تبارك وتعالى بشيء من الترغيب: ذلك خير، يعني هذا الرد إلى الكتاب والسنة عند التنازع في شيء، في عموم ما يقال له شيء خير، ذلك خير، ذلك الرد عند التنازع إلى الكتاب والسنة خير. وأحسن تأويلا، يعني وأحسن عاقبة ومآلا. أمرنا الله تبارك وتعالى عند التنازع في أمر من الأمور مما يخص دنيانا أو أخرانا، مما يخص أولانا أو عاقبتنا، أن نرد إلى الكتاب وإلى السنة. ولا يمكن بحال من الأحوال أن يأمر الله رب العالمين صاحب القوى والقدر بالرد عند التنازع إلى شيء ثم لا تجد فصل النزاع في ذلك الشيء، لأن هذا عبث يتنزه عنه العقلاء من البشر، فكيف برب البشر؟ لا يمكن أن يأمرنا الله تبارك وتعالى بالرد عند التنازع إلى الكتاب والسنة ثم نرد عند التنازع إلى الكتاب والسنة ثم لا نجد فصل النزاع في الكتاب والسنة، هذا محال. وإذا فمهما رددنا من أمر إلى الكتاب وإلى السنة عند التنازع والاختلاف فلا بد أن نجد فصل التنازع وحسم القضية في الكتاب والسنة. فإن لم نجد فإما أن نكون أخطأنا الطريق فلم نرد إلى الكتاب والسنة، وإما أن نكون قد أخطأنا في الاستنباط وفي استنطاق الكتاب والسنة من أجل الوصول إلى فصل النزاع في القضية. على كل حال، أمرنا الله تبارك وتعالى عند التنازع في أمر من الأمور من صغير وكبير من دنيا وآخرة أن نرد إلى كتابه وإلى سنة نبيه صلى الله عليه وعلى آله وسلم. وأمرنا الله تبارك وتعالى محذرا بأن من لم يفعل ففي إيمانه نقص وكلام، إن كان السياق على كمال الإيمان، وأما إن كان على حقيقته فشيء آخر، لأن الله جلت قدرته يقول: فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما. فأنذر الله رب العالمين وحذر أنه إذا لم يحكم رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم في كل أمر من الأمور من صغير وكبير من دنيا وآخرة، لأن سبب النزول كانت واقعة تتعلق بالدنيا فيما كان من تنازع بين الزبير بن العوام والأنصاري في شريج الحرة، كما هو في الصحيح عند البخاري رحمة الله عليه وعند غيره. وإذا فلا بد من رد الأمر إلى رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم فيما أتى به من عند ربه من الوحيين الكتاب والسنة.
بسند صحيح عند اللالكائي في أصول اعتقاد أهل السنة وعند غيره أيضا عن أبي الدرداء صاحب رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال: لم يقبض ربنا جلت قدرته نبينا محمدا صلى الله عليه وعلى آله وسلم وطائر يقلب جناحيه في السماء إلا ترك لنا منه علما. فسلمان الفارسي صاحب النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم لما سأله بعض أهل الكتاب فقال له: علمكم نبيكم كل شيء حتى القراءة؟ فأجاب سلمان رضوان الله عليه بالإيجاب وبين ما علمناه نبينا محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم من أدب عند قضاء الحاجة. ولا يعقل عند من متعه الله تبارك وتعالى بذرة من عقل أن يعلم النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم الأمة كيف تقضي حاجتها وكيف يقضي الرجل حاجته من أهله إلى غير ذلك من تلك الأمور، ثم يدع ما به حياة الأمة من غير ما بيان، حاشا وكلا. فإذا ما دب النزاع كما هو واقع بين الناس في هذا العصر وكما هو قائم باحتدام خلاف يقول فيه أهل النظر عند احتدام الخلاف يتوارى الصواب، عند احتدام الخلاف وعند احتدام الجدال يتوارى الصواب، وقديما قالوا: ابتعد قليلا كي ترى أفضل، ابتعد قليلا كي ترى أفضل. إذا ما أردنا أن نستنطق الكتاب والسنة للخروج من هذه الملمة فأين نجد ذلك؟ عند نبينا محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، عند ابن نصر في السنة، وكذلك عند الطبراني في المعجم الكبير، عن عتبة ابن غزوان أخي بني مازن بن صعصعة وكان من الصحابة رضوان الله عليهم جميعا، أخبر عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم بأمر من الأمور التي يستغربها الإنسان طويلا، لأن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم أخبر بثواب عظيم للمتأخرين بالمقارنة لأصحاب النبي الأمين على حالة بذاتها. يقول النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الحديث وهو حديث صحيح: إن من ورائكم أيام الصبر للمتمسك فيهن يومئذ بما أنتم عليه أجر 50 منكم. يخاطب الأصحاب رضوان الله عليهم، يقول النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: إن من ورائكم أيام الصبر للمتمسك فيهن يومئذ بما أنتم عليه أجر 50 منكم. قالوا: أو منهم يا رسول الله؟ قال: بل منكم. يخاطب الصحابة رضوان الله عليهم جميعا. استشكل بعض أهل العلم هذا الحديث فقالوا: إن الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم أخبر الأصحاب رضوان الله عليهم أن المتأخرين منهم والصحابة 10 طبقات عند المحدثين من أصحاب الجرح والتعديل وكلهم عدول، ولكن بينهم تفاوت في الدرجات وفي المنازل. فيقول النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم لبعض المتأخرين من أصحابه: لو أنفق أحدكم مثل أحد
ذهبا ما بلغ مد أحدهم ولا نصيفا. فكيف يستقيم هذا مع قوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم لمن يتمسك بما كان عليه الأصحاب عند اختلاف الزمان وعند شدة الفتن بوقوعها فيكون له من الأجر كأجر 50 من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم؟ استشكل العلماء ذلك، وقال العز بن عبد السلام رحمة الله عليه هذا مبني على قاعدتين. أما القاعدة الأولى فهي أن الشيء يعظم ثوابه على قدر الحاجة إليه، وقد كان البذل والجهاد من الصحابة المتقدمين السابقين إلى كل خير كان هذا مطلوبا على صورة هي أشد مما يطلب عليه غيره في ذلك الوقت. فهذا أمر، فإذا جاء في المتأخرين من يتمسك بما كان عليه الصحابة المكرمون فهذا مما يحتاجه أهل العصر، فهذا شبيه بذلك مع قلة المساعد ونصرة النصير. هذه قاعدة. وأما الثانية فيما يقول العز عليه الرحمة فيقول إن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم قد أنزل أهل الغربة الثانية منزلة أهل الغربة الأولى، كما في صحيح مسلم بسنده عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم بدأ الإسلام غريبا وسيعود غريبا كما بدأ، فطوبى للغرباء. فلما كان المتأخرون ممن وصف الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم لما كان لهم من العناء ما الله به عليم، ومن البذل والصبر والعنة فيما يلقون من أهل زمانهم ما الله به خبير وبصير، وكانوا في حال غربة كحال الغربة الأولى التي وصف الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم نزل ذلك منزلة ذلك، والحمد لله رب العالمين. الحديث كله شاهد وفيه موطن للمتمسك فيهن، يعني في أيام الصبر بما أنتم عليه. لا تنسى هذا، بما أنتم عليه، والخطاب للرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم يوجهه إلى الصحابة رضوان الله عليهم، بما أنتم عليه يا أصحاب محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم. الحديث الآخر الذي رواه عبد الله بن عمرو عن رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم وأخرجه الترمذي والحاكم وابن وضاح في البدع واللالكائي أيضا في أصول أهل السنة وفي غير تلك المصادر بإسناد ثابت صحيح عن رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال لتتبعن أمتي سنن بني إسرائيل شبرا بشبر حذو النعل بالنعل حتى لو كان فيهم من ينكح أمه علانية لكان في أمتي من يفعل مثله، وإن بني إسرائيل افترقوا على 73 ملة، افترقوا على 71 ملة، وستفترق أمتي على 73 ملة الناجية منها واحدة. قالوا وما الواحدة يا رسول الله؟ قال من كان على مثل ما أنا عليه اليوم وأصحابي. ضم هذا الحديث لحديث عتبة بن غزوان رضوان الله عليه للمتمسك فيهن يومئذ بما أنتم عليه، بما أنتم عليه يعني أصحاب محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم. ثم انظر إلى حديث عبد الله بن عمرو من كان على مثل ما أنا عليه اليوم وأصحابي رضوان الله عليهم جميعا.
النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم أرسله الله رب العالمين بكلمة التوحيد، وسار بها النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم يعلمها ويؤصلها ويثبت أركانها في قلوب المؤمنين به من الصحابة السابقين رضوان الله عليهم أجمعين. هل كان النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم بدعا في هذا؟ حاشا وكلا، فإن نوحا عليه الصلاة والسلام لبث في قومه 1000 سنة إلا 50 عاما يدعوهم إلى لا إله إلا الله. ومن المعلوم أن الأديان دين واحد عند الله رب العالمين هو الإسلام، وإن اختلفت الشرائع باختلاف الأزمان. فالدين الذي جاء به نوح هو الدين الذي جاء به محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، هو دين الإسلام. ونوح عليه الصلاة والسلام ظل يدعو 1000 سنة إلا 50 عاما يدعو قومه إلى التوحيد، وهذا ما بعث به النبي الكريم صلى الله عليه وعلى آله وسلم. النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم أرسله الله رب العالمين بهذا الدين مؤسسا على هذا الأصل الأصيل، فمهما خالف الناس هذا السبيل كانوا على غير سبيل، ومهما حاول الناس أن يقيموا دين الله رب العالمين في أرضه على غير هذا الأصل فلن يقوم أبدا، لأنه لا أحد أكرم على الله من محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم. والنبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم هذه دعوته وهذا سبيله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم كما في الصحيحين من حديث عبد الله بن عباس رضي الله عنهما قال: بعث النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم معاذا إلى اليمن. كان هذا في شهر ربيع الأول من السنة 10 من الهجرة، فأرسل النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم معاذا إلى صنعاء وما حولها قاضيا وأميرا وحاكما وداعيا إلى الله، وأرسل أبا موسى إلى عدن وما حولها قاضيا وأميرا وداعيا إلى الله رب العالمين، ووصاهما النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم بقوله: تطاوعا ولا تختلفا، وبشرا ولا تنفرا، ويسرا ولا تعسرا. ووصى معاذا رضي الله عنه خاصة بوصية فقال: يا معاذ، إنك تأتي قوما من أهل الكتاب، فليكن أول ما تدعوهم إليه أن يشهدوا أن لا إله إلا الله، الله رب العالمين. أمر نبيه صلى الله عليه وعلى آله وسلم أن يقول في كتابه العظيم: قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني، وسبحان الله وما أنا من المشركين. أمر الله رب العالمين محمدا صلى الله عليه وعلى آله وسلم أن يوضح أصول الدعوة في كلمتين: أدعو إلى الله على بصيرة، الإخلاص والبصيرة. فلا يمكن أن يكون داع إلى نفسه داعيا إلى الله، ولا يمكن أن يكون داع إلى حزبه داعيا إلى الله، ولا يمكن أن يكون داعيا إلى فصيله وهو يزعم أنه يدعو إلى الله. أدعو إلى الله، قل هذه سبيلي أدعو إلى الله، فلا بد من تجريد الدعوة لله رب العالمين قصدا ظاهرا وباطنا على بصيرة. والبصيرة أشمل وأعم من العلم، لأن العلم المجرد بالحكم
لا يكفي وحده في الدعوة إلى الله رب العالمين، ولكن لا بد من معرفة الحكم، ولا بد من معرفة حال المدعو، ولا بد من معرفة الطريق الموصلة إلى المقصود. وهذا ما بينه نبينا صلى الله عليه وعلى آله وسلم في حديث معاذ: قل هذه سبيلي أدعو إلى الله. فلا بد أن يكون الداعي داعيا إلى الله رب العالمين، لا بد أن يكون داعيا إلى الله رب العالمين، لا إلى نفسه ولا إلى شيء آخر. ثم أن يكون عند الدعوة على بصيرة، كما أمر الله رب العالمين نبيه محمدا صلى الله عليه وعلى آله وسلم أن يقول. والبصيرة هي العلم بالأحكام، والعلم بحال المدعو، والعلم بالطريق الموصلة إلى المقصود. يقول الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم كما في هذا الحديث: يا معاذ، إنك تأتي قوما من أهل الكتاب. فعرفه النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم حال المدعو: إنك تأتي قوما من أهل الكتاب، فعندهم علم بأثارة منه، وعندهم جدل ومحاجة ولبس للحق بالباطل. فعرفه حال المدعوين. ثم قال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم آخذا ببيان الطريق الموصلة إلى المقصود: فليكن أول ما تدعوهم إليه أن يشهدوا أن لا إله إلا الله التي بعث الله رب العالمين بها نوحا والأنبياء من بعده حتى جاء محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم فدعا إليها، وكان يخرج إلى الأسواق يقول للناس في المواسم وفي أسواق العرب: يا أيها الناس قولوا لا إله إلا الله تفلحوا. اليوم عندما تريد بهذا الإسلام الذي كرم الله رب العالمين به هذه الأمة ورفع به ذكرها، والذي جعلنا الله رب العالمين من كرمه وفضله وجوده ومنه من المنتسبين إليه ظاهرا، ونسأل الله أن نكون منتسبين إليه باطنا، عندما تريد لهذا الإسلام أن تقوم أركانه ناشرة ظلاله على جنبات الأرض، فلا يمكن أن تخالف سنة النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، بل سنة الله رب العالمين في هذا الدين، ثم تصل بعد إلى شيء إلا فقد ريح سنة الله. ولن تجد لسنة الله تبديلا، ولن تجد لسنة الله تحويلا. لا يمكن أن تجمع الجموع على غير توحيد الله رب العالمين، ولا يمكن أن يستقيم لك طريق في الدعوة إلى الله رب العالمين بمخالفة هذا النهج الأحمد والطريق الأرشد الذي جاء به أحمد صلى الله عليه وسلم. إنك تأتي قوما من أهل الكتاب، فليكن أول ما تدعوهم إليه أن يشهدوا أن لا إله إلا الله، فإنهم أطاعوك لذلك فأعلمهم أن الله قد فرض عليهم في اليوم والليلة 5 صلوات، فإنهم أطاعوك لذلك فأعلمهم أن الله قد فرض عليهم، يعني على أغنيائهم، صدقة تؤخذ من أغنيائهم ثم ترد على فقرائهم. وانظر إلى الطريق الموصلة إلى المقصود في أعلى مجاليها. يقول النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم لمعاذ: وإياك وكرائم أموالهم، وإياك وكرائم أموالهم، احذر كرائم أموالهم، فلا تأخذها بحجة أنها صدقة وزكاة، ولكن إن طابت بها النفوس فذلك، وإلا فهي حلال عليهم. وإياك وكرائم أموالهم، واتق دعوة المظلوم، فإنه ليس بينها وبين الله حجاب. بل أخبر النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم أن المظلوم ولو كان فاجرا
يستجيب الله رب العالمين دعوته وفجوره على نفسه كما أخبر النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم في الحديث الحسن. النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم يقول: يوشك أن يأتي على الناس زمان يغربل فيه الناس غربلة، فتبقى حثالة من الناس مرجت أماناتهم وخفت عهودهم، مرجت عهودهم وخفت أماناتهم، وكانوا هكذا وشبك بين أصابعه. فقال الأصحاب: ما نفعل إن أدركنا ذلك الزمان يا رسول الله؟ صلى الله عليه وسلم قال: خذوا ما تعرفون ودعوا ما تنكرون، وعليكم بخاصة أنفسكم ودعوا أمر عامتكم. يتبعون كل ناعق من كل همج رعاع، وأما المتثبتون فإن الواحد منهم لا يرفع قدما ولا يضعها إلا بأثر وسنة، بل يقول سفيان أمير المؤمنين في الحديث: إن استطعت ألا تحك جلدك إلا بأثر وسنة فافعل. إن استطعت ألا تحك جلدك بظفرك إلا بأثر وسنة فافعل. عليه رحمة الله. حثالة من الناس وفتن ومحن تغربل الناس غربلة حتى لا يبقى إلا تلك الحثالة، وهي الرديء من كل شيء. ماذا نصنع إذا ما اختلطت الأمور وخفت الأمانات وأصبحت هذه العهود لا تحترم؟ ماذا نفعل؟ وكان الناس هكذا وشبك بين أصابعه، للدلالة الحسية على اختلاط أمور الخلق وشدة التنازع بينهم. فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول، ولكن حثالة رديئة من الخلق. فيقولون: ماذا نفعل يا رسول الله؟ يقول النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: خذوا ما تعرفون. ومعلوم أن الحق أبلد وأن الباطل لجلد، ومعلوم أن الحق عليه نور يتلألأ، ومعلوم أن الباطل عليه ظلمة حندس، ومعلوم أن الطريق الذي جاء به الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم لا ظلمة فيه ولا ليل معه، لأن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم يقول: تركتكم على البيضاء ليلها كنهارها لا يزيغ عنها إلا هالك. سبحان الله، هو دين محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، هو كتاب الله الذي لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه، هي سنة المعصوم صلى الله عليه وعلى آله وسلم التي حفظها الله رب العالمين بحفظه، لأن في حفظها حفظا لكتاب الله رب العالمين، لأن في القرآن المبين ما لا يمكن أن يبين إلا بالمبين وهي السنة. فإذا كان الله رب العالمين قد تعبدنا بالمبين ولم يحفظ علينا المبين، فإنه يكون قد تعبدنا بما لا يستطاع إلى فهمه من سبيل. وإذا قال الله رب العالمين: أقيموا الصلاة وآتوا الزكاة، ولم يوضح ذلك وجعله في القرآن على سبيل الإجمال، ولم تأتي السنة محفوظة لبيان كيفية الصلاة صلوا كما رأيتموني أصلي، وتكون محفوظة بحفظ الله رب العالمين، فيكون قوله: لو لم تكن السنة المبينة محفوظة، يكون قوله أقيموا الصلاة من التكليف بما لا يستطاع، لأننا لا نعلم حينئذ كيف نقيم الصلاة. ولكن حفظ الله رب العالمين المبين كما حفظ المبين سواء بسواء، والحمد لله رب العالمين. فدينه وكتابه وسنة رسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. ثم يبقى المسلمون في أي نازلة من النوازل أو في أي كارثة من الكوارث أو في أي حادثة من الحوادث من غير ما بيان ناصع واضح في الكتاب وفي السنة؟ حاشا وكلا. النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم
بعثه الله رب العالمين بهذا التوحيد، وبعثه الله رب العالمين بالكلمة الطيبة، كلمة لا إله إلا الله. والعرب الذين بعث الله رب العالمين فيهم نبينا محمدا صلى الله عليه وعلى آله وسلم كانوا ذوي سليقة لغوية، فكانوا يفهمون معاني الكلمات ومواقع الألفاظ، ويدركون جودة الأساليب، ويميزون بين ما يصح وما لا يصح على قانون اللغة بدءا. النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم كما في الصحيح لما أن جاءه الخبر بأن عمه أبا طالب يموت، فذهب النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم فوجد عنده من رؤوس الكفر اثنين، وأقبل النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم يقول لعمه وهو صاحب المواقف المشهودة في الدفاع عن الإسلام وعن نبي الإسلام محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم حتى جانبه قومه، وحتى دخل الشعب 3 أعوام كاملات، وحتى أكل لحاء الشجر وورقه حتى تقرح شقاه من أثر ذلك، وحتى وجد العنت العانت، هذا الرجل مع ما كان عليه من نصرة الإسلام ونبي الإسلام صلى الله عليه وسلم يدخل عليه النبي صلى الله عليه وسلم فيقول يا عماه قل لا إله إلا الله كلمة أحاد لك بها عند الله. وأقبل من كان عنده من رؤوس الكفر يقولان له أتبع دين عبد المطلب؟ أتبع دينا هو دينك ودين آبائك؟ فلم يقلها حتى هلك. أكانوا يفهمون معنى لا إله إلا الله؟ إنهم كانوا إذا قيل لهم لا إله إلا الله يستكبرون ويقولون أئنا لتاركوا آلهتنا لشاعر مجنون. يعلمون أن الرجل منهم إذا قال لا إله إلا الله فقد خلع كل معبود يعبد سوى الله. كان المشركون يفهمون معنى لا إله إلا الله فهما صحيحا، وكثير من المسلمين يقولها كلمة ولا يعي لها معنى ولا يرتب عليها عملا، وأما هؤلاء فكانوا يعلمون معنى لا إله إلا الله محمد رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، بعثه الله رب العالمين بهذه الكلمة الطيبة. وهذه الكلمة هي التي ينبغي أن يدعى إليها بدءا في هذه العقيدة التي لا عقيدة مثلها. الذين يعرضون الإسلام على غير المسلمين من باب أن النظام السياسي الإسلامي أجود نظام كان ويكون، ومن باب أن النظام الاقتصادي الإسلامي هو أفضل نظام كان ويكون، وأن الترتيبات الاجتماعية هي أفضل ما كان وما يكون، كل هذا مخالفة ومحادة لطريق نبينا محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم في الدعوة إلى هذا الدين العظيم. بل المنهج هو دعوة إلى هذه العقيدة التي جاء بها محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وبها يتميز المسلم من غيره، وبها تنحسر الشبهات إذا ما وردت على القلوب، وتنحسر الشهوات إذا ما وردت على الجوارح والغرائز، وبها يستقيم أمر المسلمين في العالم. بل إن النبي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم ظل يدعو إلى هذا الأمر وحده في مكة 13 عاما، يدور في الأسواق وفي المنتديات قولوا لا إله إلا الله تفلحوا، وهم يعلمون معناه. النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم لم يفرض عليه صيام بمكة، ولا زكاة بمكة، ولا حج بمكة، ولم تفرض عليه الصلاة 5 صلوات في اليوم والليلة على النحو المعهود عندنا إلا في السنة 10 من البعثة. ماذا كانوا يصنعون؟ وما الذي كانوا يفعلون؟ وما الذي به صاروا سابقين لا يلحقهم أحد أبدا إلى يوم الدين؟ ما
ما الذي كان يصنعه النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم؟ هو هذه العقيدة ترتكز في القلوب ثم تنسرح على الجوارح، وهي الكلمة التي جاء بها النبي ومن قبله من الأنبياء والمرسلين جميعا بغير ما تخلف من واحد منهم عنها. كلهم يقول يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره، ما لكم من إله تساوي لا إله، غيره تساوي إلا الله. النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم يقول لمعاذ وقد أردفه خلفه يوما على حمار كان للنبي صلى الله عليه وسلم يقال له عفير، وكان الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم يخاطب الأشياء بأسمائها ويخلع الأسماء على الجمادات أحيانا وعلى الحيوانات. له عمامة يسميها السحاب، وله بغلة تدعى دلدل، وله حمار يقال له يعفور أو عفير على التصغير. وكان النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم مسافرا يوما، فلما أهل على أحد قال الله أكبر، هذا أحد جبل يحبنا ونحبه. وخاطبه النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم وهو على متنه يوما وأبو بكر وعمر وعثمان، فارتجف أحد، فوضع النبي صلى الله عليه وسلم يده عليه فقال اثبت أحد فإن عليك نبيا وصديقا وشهيدين، فكان ما قال صلى الله عليه وعلى آله وسلم. وكان النبي صلى الله عليه وسلم إذا ما رأى الهلال يقول اللهم أهله علينا بالأمن والإيمان والسلامة والإسلام هلال خير ورشد، ثم يخاطبه قائلا ربي وربك الله. أردف النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم يوما معاذ بن جبل خلفه على عفير، قال فقال يا معاذ قلت لبيك وسعديك رسول الله، لبيك إجابة من بعد إجابة، وسعديك سعدا من بعد سعد أو سعادة من بعد سعادة، إذ تناديني باسمي مقربا إياي يا رسول الله، لبيك وسعديك رسول الله. قال فمضينا هونا، ثم قال يا معاذ ابن جبل قلت لبيك وسعديك رسول الله، قال ثم مضينا هونا فقال يا معاذ ابن جبل قلت لبيك وسعديك رسول الله، قال أتدري ما حق الله على العباد وما حق العباد على الله؟ قلت الله ورسوله أعلم. قال ثم مضى هونا فقال حق العباد على الله أن يعبدوه ولا يشركوا به شيئا، هذا حقه، لأنه ما دام متفردا بالملك والخلق والتدبير فقد وجبت العبادة للعلي الكبير. الله رب العالمين متفرد بالخلق فلم يشاركه في الخلق أحد، ومتفرد في الملك فلا يشاركه في الملك أحد، ومتفرد بالأمر كونيا قدريا وشرعيا اختياريا. الله رب العالمين متفرد بالخلق ومتفرد بالرزق ومتفرد كذلك بالأمر، فهذا توحيد ينطلق إلى الربوبية، ثم تتأتى العبادة لله رب العالمين خالصة بتوحيد في الألوهية، ثم هو له الأسماء الحسنى والصفات المتلى. يقول النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم حق الله على العباد أن يعبدوه ولا يشركوا به شيئا. قال ثم مضى هونا وقال وحق العباد على الله، حق العباد على الله، وهل على الله رب العالمين حق لازم؟ حاشا وكلا، ليس على الله رب العالمين من حق لأحد، ولكنه من باب المشاكلة اللفظية، أو هو من باب إجزال العطية، بأن جعل الله رب العالمين ذلك على نفسه حقا لا يخرج عنه ولا يلين سبحانه وتعالى. سبحانه
هو من باب المشاكلة اللفظية، ويمكرون ويمكر الله. فسمى الله رب العالمين مقابلة مكرهم مكرا، وسمى إحباط مكرهم مكرا. يقول الله جل وعلا: ويمكرون ويمكر الله. مشاكلة لفظية كما يقول علماء البلاغة، ومثلوا لها بمثل، قالوا كحال الرجل الأعرابي، وكان كبيرا في السن، وذهب يوما مسافرا في الصحراء ليزور ابنته، فأصابه مطر، فبلت ثيابه بللا كاملا، وظل يعاني ما يعاني حتى دخل على ابنته فتحلقوا حوله، وطلبوا منه طلبا فرد عليهم برد، قالوا اقترح شيئا نجد لك طبخه، قلت اطبخوا لي جبة وقميصا. قالوا اقترح شيئا نجد لك طبخه، قلت اطبخوا لي جبة وقميصا. معلوم أنه لا الجبة ولا القميص مما يطبخ، ولكن على سبيل المشاكلة اللفظية، لأنه يحتاج في أول ما يحتاج إليه أن يمضي وأن يخلع عنه ثيابه وما أصابها من بلل بمطر، وقد رقت منه العظام واشتعل الرأس شيبة، هذا هو ما يحتاجه. فقال: قلت اطبخوا لي جبة وقميصا. وحق العباد على الله أن لا يعذب من لا يشرك به شيئا. في الحديث الذي أخرجه الترمذي وكذا النسائي، وهو أيضا عند ابن ماجه بإسناد صحيح، عن عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال: يصاح برجل يوم القيامة على رؤوس الأشهاد، فينشر له 99 سجلا من الذنوب والآثام، كل سجل مد البصر. تصور الآن عندما يصاح برجل، يعني ينادى عليه بالصياح، ينادي عليه صائحا من ينادي، فيجاء به على رؤوس الأشهاد، فأما آثامه وذنوبه 99 سجلا، كل سجل مد البصر، من الآثام ومن الذنوب ومن الخطايا ومن الأوزار، ولا حسنة هناك. فكفة السيئات راجحة وكفة الحسنات طائشة. يقال له: هل ظلمك عبادي الحفظة؟ فيقول: لا يا رب. فيقال له: هل لك من حسنة؟ فيهاب. فيقال له: إن لك اليوم حسنة، وإنه لا ظلم اليوم. فتنزل بطاقة في كفة الحسنات مكتوب فيها: لا إله إلا الله محمد رسول الله. فتثقل كفة الحسنات وتطيش كفة السيئات، وفيها 99 سجلا، كل سجل مد البصر. في الحديث الصحيح الذي رواه النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم عن رب العزة جل وعلا، يقول فيه ربنا وهو الكريم المنان: يا ابن آدم، إنك ما دعوتني ورجوتني غفرت لك ما كان منك ولا أبالي. يا ابن آدم، إنه لو بلغت ذنوبك عنان السماء ثم استغفرتني غفرت لك ما كان منك ولا أبالي. يا ابن آدم، لو أتيتني بقراب الأرض خطايا ثم لقيتني لا تشرك بي شيئا لجئتك بقرابها مغفرة. إنك ما دعوتني ورجوتني غفرت لك ما كان منك ولا أبالي. يا ابن آدم، لو بلغت ذنوبك عنان السماء، وهو السحاب المعترض كالمزني في جو السماء، لو بلغت ذنوبك عنان السماء ثم استغفرتني غفرت لك ما كان منك ولا أبالي. ثم انظر إلى هذا الشرط العزيز في الأمر الثالث الذي من الله رب العالمين به على الموحدين، اللهم اجعلنا منهم يا رب العالمين: إنك لو لقيتني
بقراب الأرض، يعني ما يقارب ملئها. لو لقيتني بقراب الأرض خطايا ثم لقيتني لا تشرك بي شيئا لجئتك بقرابها مغفرة. الأعمال لا تتفاضل عند الله رب العالمين بكثرتها، ولا تتفاضل عند الله رب العالمين بأعدادها، وإنما تتفاضل الأعمال عند الله رب العالمين بحقائقها. والله رب العالمين جعل لهذا الدين أصلا وأساسا. لا يقبل الله رب العالمين عمل عامل ما لم يكن مرتكزا على ذلك الأساس، ويخطئ من يريد أن يتعلم الدين من غير أن يحكم هذا الأساس، وإن بذل نفسه في سبيل الله رب العالمين، لأنه لا بد من إحكام هذا الأمر إحكاما تاما. ونبيكم صلى الله عليه وعلى آله وسلم يقوم بين يديه خطيب فيقول: من يطع الله ورسوله فقد رشد، ومن يعصهما فقد غوى. فقال: اجلس، بئس خطيب القوم أنت. لما؟ لأنه جمعها هنا، فأتى بضمير على سبيل التثنية ولم يفرد كما جاء في أمر الطاعة. يقول هذا الخطيب بين يدي رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم: من يطع الله ورسوله، ففصل. ثم لما جاء في مسألة المعصية قال: ومن يعصهما، ولم يقل ومن يعصي الله ورسوله فقد غوى، وإنما قال: ومن يعصهما فقد غوى. قال: بئس خطيب القوم أنت. النبي صلى الله عليه وسلم يحمي حدقة عين التوحيد، النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم يحمي هذا الأمر العظيم بسياج متين. سمع النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم رجلا يوما وهو يقول: ما شاء الله وشاء محمد. قال: أجعلتني لله ندا؟ إن كان ولا بد فقل ما شاء الله ثم شاء محمد. يقول ابن عباس رضوان الله عليهما: إن من الشرك أن يقول الرجل: لولا الأوز في البيت لصرخنا اللصوص. يقول ابن عباس رضي الله عنهما: إن من الشرك أن يقول الرجل: لولا الأوز في البيت لصرخنا اللصوص. النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم بعثه الله رب العالمين في حال شديدة جدا، لأنه لا يمكن أن يتصور إنسان أن العصر الذي نعيش فيه مهما بلغ اضطرابه هو أسوأ من العصر الذي كان فيه نبينا محمد صلى الله عليه وسلم عند بدء الدعوة، لأنه كان في عصر جاهلية وكفر، والناس كانوا يحاربون الدين حربا ظاهرة. وأما نحن اليوم فلله الحمد رب العالمين نحيا في وسط مسلم، فلا يمكن أن يقول قائل إننا نحيا في زمان هو أشد شدة مما كان على عهد نبينا محمد صلى الله عليه وسلم. وإذا فلما لا يأخذ الناس بما أخذ به النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم حتى يصلوا إلى المقصود؟ والنبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم قد بين في غير ما موضع أن الأمور التي يتوصل بها من الوسائل المشروعة إلى الغايات المشروعة لها ذات الحكم، فأحكام الوسائل كأحكام المقاصد من غير ما زيادة ولا نقصان. والرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم علم هذه الأمة بما علمه الله رب العالمين. وعندنا هنا حديث في صحيح مسلم عليه الرحمة عن أبي هريرة رضي الله عنه وأرضاه قال: كنا حول النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم قاعدين في نفر منهم أبو بكر وعمر، قال: فقام النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم لبعض حاجته فغاب عنا فأطال الغياب. قال: فخفنا أن يؤخذ عنا النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم،
خافوا على النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم من غدر يهود في مدينة النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وخافوا عليه من المنافقين أن يصله أذى، مع أن الله تبارك وتعالى قد عصمه من أن يقتل غيلة صلى الله عليه وعلى آله وسلم، والله يعصمك من الناس. ولكن المحبة المستقرة في قلوب الأصحاب رضوان الله عليهم أبت عليهم إلا أن يقوموا ليبحثوا عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. قال ففزعنا، وكنت أول من فزع. قال فذهبت أتلمس الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم حتى وصلت إلى حائط من حوائط الأنصار من بني النجار، والحائط بستان تحيط به حائط لا سقف لها لتمنع الدواب والأناسية من الدخول إلى ذلك البستان. قال فأخذت أدور حول هذا البستان حول ذلك الحائط علي أجد له بابا فلم أجد. ففي حالة نفسية كان فيها أبو هريرة رضوان الله عليه من شدة فزعه على الرسول صلى الله عليه وسلم، حتى إنه ظل يدور حول البستان فلا يجد لهذا البستان في حائطه بابا. قال فوجدت نقرة هنالك في أصل الحائط في أصل الجدار من أسفل يمر بها ربيع، والربيع الجدول يأتي به أو فيه ماء من بئر خارجة، يعني خارج البستان، فكانوا بالدلاء يخرجون الماء من البئر فيجعلونه في الربيع يعني في الجدول حتى يمر من تلك الفجوة إلى داخل البستان الذي كان فيه النبي العدنان صلى الله عليه وسلم. قال فاستحفزت كما يستحفز الثعلب، فانجمع بأطرافه العليا على السفلى، ثم أخذ يزحف فيدخل رأسه، ثم ذراعا فذراعا فجزعا فساقا وساقا. قال حتى دخلت فوجدت النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. فقال أبو هريرة قلت نعم يا رسول الله. قال ما شأنك؟ قلت يا رسول الله ذهبت فغبت فخفنا عليه، فاستحفزت كما يستحفز الثعلب حتى دخلت وإن القوم لورائي وأنا طليعتهم. فقال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم خذ هاتين النعلين، وأعطاه نعليه صلى الله عليه وعلى آله وسلم، خذ هاتين النعلين واذهب فبشر من لقيته بأنه من لقي الله تبارك وتعالى وهو يشهد أن لا إله إلا الله موقنا بها قلبه دخل الجنة. قال فأخذت نعلي رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم وخرج، فكان أول من لقيت عمر ابن الخطاب رضوان الله عليه، فقال لي يا أبا هريرة ما هاتان النعلان؟ قلت هما نعلى رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. فقال لي فإلى أين؟ قال قلت أمرني الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم أن أذهب بنعليه هاتين، فإنها أمارة، مع أنه لا يشك أحد في صدق أبي هريرة رضوان الله عليه. قال أمرني النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم أن أذهب بنعليه هاتين لأبشر من لقيه أنه من لقي الله جل وعلا وهو يشهد أن لا إله إلا الله موقنا بها قلبه دخل الجنة. قال فضربني في صدري فوقعت لستي. هذا النص في مسلم، ضربني في صدري فخررت لستي. فقال ارجع. قال فرجعت إلى الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم حتى كنت بين يديه فاستشهدت بكاء، استدهش بالبكاء بين يدي النبي صلى الله عليه وسلم. قال ما شأنك يا أبا هريرة؟
قلت يا رسول الله ذهبت من عليك كما أمرتني أبشر من لقيت بأنه من لقي الله تبارك وتعالى وهو يشهد أن لا إله إلا الله موقنا بها قلبه دخل الجنة. فلقيني عمر فضربني في صدري حتى فررت لست يا رسول الله. قال وكان عمر قد ركبني فما راعني وقد جاء ورائي إلا وهو بين يدي رسول الله. يعني بركبني أنه لا جمل إلا أنه ركبه حقيقة وإنما على قانون العربية المتين. قال وكان عمر قد ركبني يعني جاء خلفه كما يركب الرجل دابته ملازما له. فقال يا رسول الله أنت أرسلت أبا هريرة يقول ما يقول؟ فقال أجل وما في ذلك يا عمر؟ قال يا رسول الله لك الرأي ولا تفعل. قال ولما؟ قال إني أخشى أن يتكل الناس. قال إذن لا تعلمه. قال إذن لا تعلمه ولكنه أعلمنا فهذا النص بين أيدينا. فماذا إذن؟ عد إلى حديث معاذ عندما كان رديف النبي صلى الله عليه وسلم على الحمار. قال حق العباد على الله وحق الله على العباد. قال معاذ بعد أن سمع ذلك يا رسول الله أفلا أبشر الناس؟ قال إذن يتكلوا. هل قالها هكذا؟ فهنا نص آخر يشرح ويوضح. أفلا أبشر الناس؟ قال افعل. فخرج معاذ مبشرا فلقيه عمر أيضا رضوان الله عليه. فقال يا عمر إن الرسول صلى الله عليه وسلم قال كذا وقلت كذا. قال فلا تخبر أحدا حتى نلقى رسول الله صلى الله عليه وسلم. وأخذ معاذا حتى كانا بين يدي النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم فقال يا رسول الله لا تخبر الناس إذا يتكلوا يعني حتى لا يتكلوا على وسيع رحمة الله رب العالمين فيدع الأعمال ولا يتنافس فيها. فقال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم عندما سأل معاذ في تلك الرواية المفسرة أفلا أخبر الناس يا رسول الله؟ قال إذن يتكلوا. ومع ذلك أخبر بها معاذ فماذا إذن؟ فهم معاذ أن النبي صلى الله عليه وسلم لا يحرج عليه في الإخبار وعلم أن من كتم علما علمه ألجم يوم القيامة بلجام من نار. فلما حضرته الوفاة وازن بين هذا وهذا فأخبر بها معاذ عند موته تأثما رضوان الله عليه. فأخبر بها معاذ عند موته تأثما. من هذا كله نعلم أن دين الإسلام العظيم له مبدأ وله أصل وله أساس وله قائم يقوم به وعليه وهو هذه العقيدة التي لا بد أن يدعى إليها بدءا وأن تعود إليها الجماهير قبل أن تحرك مستتارة إلى أي أمر يكون. هذا دين الله ولا يمكن أن يقوم على غير ما جاء به محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم. ما لم يكن يومئذ دينا فلن يكون اليوم دينا. هناك من كتب كتبا منها كتاب يشرح حقيقة لا إله إلا الله. تدري بما شرح؟ شرح حقيقة لا إله إلا الله بأنها توحيد الربوبية يعني بأنه لا خالق إلا الله ولا رازق إلا الله ولا مدبر للأمر إلا الله. وأما صرف العبادة لله رب العالمين بإخلاص القصد وتجريد التوحيد لله رب العالمين بحيث لا يحب ولا يقدم على المحبة سوى الله ولا يقض إلا لله رب العالمين وفي الله وبحيث لا يكون شيء مقدم في القلب على الله وأمر الله وبحيث لا يذبح إلا لله ولا ينذر إلا لله ولا يحلف ولا يقسم إلا بالله وبصرف جميع ألوان العبادة الظاهرة والباطنة من أعمال القلب وأعمال الجوارح وأعمال اللسان لله. هذا كله لم يجعله شيئا في شرحه لحقيقة التوحيد مع أن توحيد الربوبية كان المشركون على عهد المأمون يقرون به صلى الله عليه وسلم.
كيف؟ ولئن سألتهم من خلقهم ليقولن الله. كانوا يعلمون أن الله تبارك وتعالى هو خالق السماوات والأرض وما بينهما، وكانوا يعلمون أن الله تبارك وتعالى هو الذي خلقهم، وكانوا إذا ما جاءهم أمر من الضيق فزعوا إلى الله رب العالمين، وكانوا إذا سئلوا عن المعبودات التي يعبدونها من دون الله قالوا ما نعبدهم إلا ليقربونا إلى الله زلفى. أو يظن الناس أن معنى لا إله إلا الله أنه لا موجود إلا الله؟ الذين أنكروا وجود الله على مدار البشرية قوم لا في العير ولا في النفير، هم أقل من الهباء، هم أقل من القلة عددا من المتقدمين الدهريون، نموت ونحيا وما يهلكنا إلا الدهر. هؤلاء هم الذين أنكروا وجود الخالق الصانع العظيم. ومن المتأخرين من استأصل الله رب العالمين شأفتهم من الشيوعيين الملحدين الذين أنكروا وجود الخالق الصانع الرزاق العليم. وأما ما عدا ذلك فجميع الطوائف مقرة ومؤمنة بأن للكون خالقا وصانعا وأن للمخلوقات رازقا، ولكنهم يشركون ويلحدون أحيانا في هذا التوحيد، وأحيانا في توحيد صرف العبادة لله رب العالمين، وأحيانا في توحيد تجريد توحيد الأسماء والصفات لله رب العالمين. وإذا هذا هو السبيل الذي جاء به النبي الكريم صلى الله عليه وسلم: من كان على مثل ما أنا عليه اليوم وأصحابي. يقول النبي صلى الله عليه وسلم للمتمسك فيهن يومئذ بما أنتم عليه أجر 50 منكم. قالوا بل منهم يا رسول الله؟ قال بل منكم. فكل من حاول أن يجد وسيلة سوى التي جاء بها الرسول صلى الله عليه وسلم فهو جهد ضائع. نسأل الله رب العالمين أن يهدينا جميعا إلى سواء الصراط المستقيم، والصلاة والسلام على من لا نبي بعده صلى الله عليه وعلى آله وسلم. أما بعد، سنرد آخر هذا الكلام على أوله، ونرد عجزه على صدره. ما كان الله تبارك وتعالى ليجعل هذا الدين الدين الخاتم، ويجعل هذا النبي الكريم النبي الخاتم، ويجعل القرآن العظيم خاتم كلمات الله تبارك وتعالى إلى أهل الأرض، وما كان الله تبارك وتعالى ليجعل هذا الدين في عموم الزمان والمكان إلى أن يقيم الله تبارك وتعالى الساعة، ثم لا يجعل للمسلمين عند نزول النوازل به وحلول الكروبات بأقطار ديارهم ما يتوسلون به إلى الوصول من دياجير تلك الظلمة. ومن ظن ذلك فقد اعتدى وجار وظلم. وهذا النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم يجمع الداء والدواء في كلمات قلائل، عقلها من عقلها، وفهمها من فهمها، وجهلها من جهلها، وحاد عنها من حاد. في الحديث الثابت الصحيح عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال: إذا تبايعتم بالعيلة وأخذتم أذناب البقر ورضيتم بالزرع وتركتم الجهاد سلط الله عليكم ذلا لا ينزعه عنكم حتى ترجعوا إلى دينكم. ألم أقل لك إنه مهما استنطقت الكتاب والسنة في أمر من الأمور الملمة والحوادث المهمة وجدت بفضل الله تبارك وتعالى الدواء قائما والعلاج شاخصا. يقول النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم مشخصا الداء أولا، يقول النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم في وصف حال ذل شديدة:
يقول النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم في وصف حال كرب محيطة: إذا تبايعتم بالعينة وأخذتم أذناب البقر ورضيتم بالزرع وتركتم الجهاد سلط الله عليكم ذلا. ثم أتى النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم بالعلاج ووصف الدواء وخط سبيل الشفاء حتى ترجعوا إلى دينكم. فإذا الذل النازل له أسباب وله مشخصات يذكرها النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم في هذه الكلمات القلائل التي حوت كثيرا من المعاني: إذا تبايعتم بالعينة. والعينة صورة من صور الحيل الربوية من أجل أن يتحصل الإنسان على مال حرام، يشتري سلعة بمئة جنيه مثلا على سبيل النسيئة إلى عشرة أشهر، ثم يبيعها للبائع نقدا بثمانين فيقبضها فيرد السلعة التي اشتراها لمن اشتراها منه مرة أخرى. يشتري ساعة بمئة نسيئة إلى عشرة أشهر، ثم يبيعها لمن اشتراها منه بثمانين نقدا، فيأخذ البائع السلعة مرة أخرى ويعطي ثمانين ويبقى على الآخذ مئة. إذا تبايعتم بالعينة ورضيتم بالزرع، يعني آثرتم الاستقرار بالأرض ولم تتطلعوا إلى عوالي المعالي، وأخذتم أذناب البقر، يعني سرتم وراء البقر فكانوا لكم قادة، وأنتم تأخذون أذناب البقر تسيرون خلف الأبقار، وتركتم الجهاد في سبيل الله سلط الله عليكم ذلا لا ينزعه عنه حتى ترجعوا إلى دينكم. في هذا العلاج أمران: ترجعوا إلى دينكم، ما هو الدين المرجوع إليه وما كيفية الرجوع إليه، هذان هما التصفية والتربية. لأنك عندما تنظر إلى الدين اليوم في العقيدة وفي العبادة وفي المعاملة وفي الأخلاق والسلوك، تجد كثيرا من الأوهام وكثيرا من الخرافات قد دخلت على العقيدة ودخلت على العبادة ودخلت على المعاملة ودخلت على الأخلاق والسلوك. فلا بد من تصفية الدين مما علق به ومما لحق به من الشوائب حتى يعود دينا مصفى. فهذه تصفية، وعلى العلماء وعلى أهل العلم أن يبذلوا الجهد من أجل تصفية الدين من كل ما علق به من الشوائب حتى يعود دين الله رب العالمين مصفا كما جاء به محمد صلى الله عليه وسلم، حتى ترجعوا إلى دينكم، هذا هو الدين المرجوع إليه. وأما كيفية الرجوع إلى هذا الدين فهي التربية على هذا الإسلام المصفى الذي جاء به محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم. انظر كيف حل لنا النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم الإشكال، وكيف أزال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم عنا الإعضال، وكيف جاء النبي صلى الله عليه وسلم بوصف وتشخيص الداء، وأتى أيضا بوصف العلاج والدواء في كلمات قلائل في هذا الحديث الثابت الصحيح عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: ولا تستعجلن فإن الله رب العالمين يفعل ما يشاء لا مكره له. لا تستطل الطريق، لأن ما لم يأتي في هذا الجيل ربما أتى في جيل لاحق، والله رب العالمين لا يكلفك بالنتائج فلا تستعجل. الله رب العالمين لا يكلف مسلما بنتيجة، وإنما يكلف المسلم بالعمل على قانون النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. فإذا أتيت بالعقيدة الصحيحة والعبادة المنضبطة والمعاملة السوية والأخلاق الحسنة والسلوك الكامل ولم تأتي بنتيجة لهذا كله في الحياة فلا تثريب عليك وأجرك محفوظ. ألم يبلغك الحديث الصحيح الذي هو في الصحيحين عن النبي صلى الله عليه وسلم: ويأتي النبي يوم القيامة وليس معه أحد، نبي ينبأ ثم يدعو الناس يدعو قومه إلى دين الله رب العالمين فلا يتبعه أحد، فهل قصر في البلاغ؟
فهل كان هناك خلل في المنهج؟ هل لم يكن قدوة سلوكية منضبطة؟ كان ذلك كله. فما الذي حدث؟ لم يعدل الله رب العالمين بالاستدابة من أحد، فهل نقص أجره من شيء؟ حاشا وكلا، بل الأمر موفور له بالأجر يوم القيامة، مذكور له بالعطاء عند ربنا جل وعلا. يقول النبي صلى الله عليه وسلم عندما رفعت له الأمم فرآها: رأيت النبي ومعه الرهط، والنبي ومعه الرهيط، ورأيت النبي ومعه الرجل، والنبي ومعه الرجلان، والنبي وليس معه أحد. نوح عليه السلام ظل يدعو 1000 سنة إلا 50 عاما، فهذا عمر الدعوة قبل الطوفان، عمر الدعوة لا عمر نوح، هذا عمره في الدعوة قبل الطوفان، 1000 سنة إلا 50 عاما. يقول الله رب العالمين عن حصيلة هذا الجهد الجاهد: وما آمن معه إلا قليل. النتائج ليست لك، والله يفعل ما يشاء، أنت مأمور مطالب بأن تكون صحيح العقيدة صحيح المنهج على قدم النبي صلى الله عليه وسلم، ولا تأخذ ببنيات الطريق، وإنما لا ترفع قدما ولا تضعها إلا بأثر وسنة. وأما أن تستعجل النتائج فتستفز حتى يأتي منك ما لا يرضي الله ولا رسوله صلى الله عليه وسلم، فالأبعد معاقب على الإساءة لا محالة. وهذا حديث في الصحيح عن خباب بن الأرت، وهو من المستضعفين رضوان الله عليه. كان من تعذيبه أن يؤخذ الجمر المحمي في النار وبئس القرار، فيجعل في ظهر خباب، فما يطفئ الجمر إلا الودك الذي يسيل من ظهر، إلا الدهن الذي يسيل من ظهر خباب، ورائحة اللحم المشوي في الآفاق خفاق. فجاء يوما إلى النبي صلى الله عليه وسلم قال وهو متوسد بردا له في ظل الكعبة. النبي صلى الله عليه وسلم جعل بردا له وسادة تحت رأسه، واستلقى صلى الله عليه وسلم بجنبه في ظل الكعبة. فجاء خباب معذبا مطحونا معاقبا، قد جعل الجمر المحمي في ظهره فما أطفاه إلا الدهن الذي يسيل من ظهره، فما زال حتى كان بين يدي النبي صلى الله عليه وسلم شافيا وباكيا: يا رسول الله، ألا تستنصر لنا؟ أنت مستجاب الدعوة، ولو أنك دعوت عليهم أن يطبق الله عليهم الأخشبين لفعل، فلما هذا العناء ولما هذا التعب ولما هذا النصب ولما هذا الألم؟ ألا تستنصر لنا يا رسول الله؟ فاستقام النبي صلى الله عليه وسلم وهو أهل الاستقامة، وقام صلى الله عليه وسلم فاستوى قاعدة، فقال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: والذي بعثني بالحق والذي نفسي بيده، إن من كان قبله كان يؤخذ الرجل منه فيؤشر بمنشار من حديد من مفرط رأسه إلى أخمص قدمه حتى يصير بثنتين، يقسم جسده بالمنشار قسمين، ويمشط بأمشاط الحديد ما بين لحمه وعظمه ما يصرفه ذلك عن دينه، والذي نفسي بيده ليظهرن الله هذا الأمر حتى يسير الراكب من صنعاء إلى حضرموت لا يخشى إلا الله والذئب على غنمه، ولكنكم قوم تستعجلون. كن صحيح العقيدة صحيح المنهج، والأمر لله من قبل ومن بعد، وأنت تأتي بالعامل يعمل لديك في فلاحة الأرض فيزرع لك الزرع، حتى إذا ما فرغ أعطيته آخر النهار أجره، على أي شيء؟ على هذا الجهد أم على الاستنباط؟ يعني بفرض أن الله تبارك وتعالى لم يقدر لهذا المزروع أن يخرج ولهذا المستنبت أن ينبت، بفرض أن ذلك كذلك، ألا يستحق هذا العامل على سبيل الإحسان أجره آخر النار؟ هو مستحق لأجره ولو لم تخرج الأرض من نبتها شيئا بقدر الله رب العالمين. كن صحيح العقيدة وادعو إلى ذلك فهو الأصل وهو الأساس، وكل من أراد أن يحيد عن هذا المنهج فهو
رجل من اثنين، إما مخدوع غافل وإما مكار مخاتل، فاللهم ردنا إلى الدين ردا جميلا، وفهمنا الدين فهما صحيحا، ويسر لنا الأمر برحمتك يا رب العالمين. اللهم صن وطننا وجميع أوطان المسلمين من مضلات الفتن ما ظهر منها وما بطن، يا أرحم الراحمين ويا أكرم الأكرمين. اللهم استر عورات المسلمين، اللهم استر عورات المسلمين، اللهم استر عورات المسلمين، وحصن فروج المسلمين، وآمن روعات المسلمين، واحقن دماء المسلمين. اللهم ألف بين قلوب المسلمين يا رب العالمين، اللهم ألف بين قلوب المسلمين يا أكرم الأكرمين. وصلى الله وسلم على نبينا محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم.